حصل العراق على هذه المرتبة ليس بفراغ، ولكن حصلها بجهود، وهذه الجهود هي الإجراءات الأمنية والإجراءات التي تحافظ على الأمن والسلم المجتمعي، مما أدى هذا السلم إلى عملية البناء ومحاربة الفاسدين والمفسدين بقدر المستطاع. فهذه دلالة تدل على أن هنالك نوع من الرقي والتقدم. يعني إذا نشوف أكو تقدم من خلال بلدنا، يعني أكو إعمار وأكو تقوية الجهاز الأمني أيضاً، من حد من ظاهرة المخدرات والحد من الإرهاب أيضاً. فإحنا نتمنى كل شيء خير يصيب هذا البلد، نتمنى بأن يكون يعني بمستوى تصنيف أعلى من هذا الشيء، ولذلك يعني نطلب بعد أكثر بأن الشعب أيضاً الناشطين والإعلاميين بأن يبنون هذا البلد مو يهدموه. أكيد العراق بدأ أنه ينهض تدريجياً أو بطريقة يعني جيدة صراحة، من جانب الأمني والاقتصادي وغيرها والإعمار في نفس الوقت، وإحنا نشوف الأمن إن شاء الله متوفر أفضل من كثير من السابق، وأصبح أنه يتباهى أو يصف نفسه مع الدول العظمى. قف شامخا في علوك ولا تهب كيد الأعداء، انهض وقاوم لطي صفحات الأوجاع، فأنت العراق بمجدك وسموك، فيك من الرجال ما تكسر عين المخاوف، أمنك مضمون والنظام فيك هو السلطان. وما قالوب وغيره من التقارير والمؤشرات إلا تحصيل حاصل لوضعك واستقرارك الحالي. تهديدات الأمن الداخلي تراجعت، إدارة الحدود تحسنت، وكل الإجراءات ماضية نحو الحوكمة والتحول الرقمي. في القطاع الأمني أزمات سياسية ومثلها اقتصادية تجاوزها العراق بكامل حكمته وقوته. خطوات واثقة نحو التنمية والإعمار، ثورة عمرانية، تحريك للمشاريع وسوق العمل. فهل تطل علينا إشراقة صبح خال من الأزمات؟ أما واقع الضريبة في البلاد، حدث وإياك أن تحرج. قوانين أكل عليها الدهر وشرب، ونسب تتزايد تصاعدياً وتهلك المواطن في كل معاملة في دوائر الدولة. أما المليارات فما تعرف طريق الخزنة، ولا نعلم من هو المقصر ومن المصلح، في وقت أصبحت الرشاوى فيه تجلس على المكاتب أسوة بالموظفين، والاستثناء يمر إلا بما تيسر للمراجع من المال. ولسنا دعاة للتبلي، فكل صورة لها نظير ونقيض، وهذا ديدن الحصاد في كشف هذه الملفات. أهلا بكم. الملف الأول راح يكون عن تحقيق العراق مركز متقدم مناصفة مع فرنسا في مؤشر غالوب العالمي للأمن وللنظام. نناقش هذا الملف مع ضيوفنا الكرام الخبير الأمني سرمد البياتي، حياك الله. أهلا وسهلا. يعني من وجهة نظر أمنية مختصة، ماذا يعني حصول العراق على المرتبة 84 مناصفة مع فرنسا في الأمن والنظام؟ يعني بداية تحية لكم ولجميعكم. هو هذه مؤسسة غالوب، يعني مؤشر غالوب يقيس مستويات الأمان في العالم كله، يعني وفق استطلاع واستبيانات رأي في كثير من الدول. هاي على شنو تعتمد؟ ربما قد تستغربين انه هذه على شنو يكون اعتمادها، لكن الاعتماد الرئيسي مثلا على قابلية السير ليلا في الحي او المنطقة، مثلا المرأة،
تقدر تتحرك براحتها بالليل بعد منتصف الليل أو إحنا هذا الشيء تحقق. يعني ما شاء الله عندنا مناطق ببغداد لثلاثة لأربعة الصبح قاعدين ويتمشون وماكو أي إشكالية. مقدار ثقة المواطن بأجهزة الشرطة يعني اليوم أنت إذا تعرضتي راح تخابرين أهلك لو تخابرين الشرطة أيضا هذا المقياس. زين مقدار أو تعرض المواطن لسرقات في آخر 12 شهر من السنة إيش قد كان مستوى السرقات اللي يتعرضها المواطن. النقطة الرابعة أيضا خلال هاي الفترة كم من المواطنين تعرض للاعتداء البدني يعني ضرب ومشاجرة عرفتي شلون؟ فمثلا هم في ضوء هذه ياخذون يبدون ياخذون النقاط. احنا يعني هسه خلي اقول لك مثلا المراتب الاولى منو تاخذها دائما سنغافوره او شيء عندهم ثقه بالهذا تعرفين سنغافوره صارت بلد امين جدا. هذه مثلا المراتب الاخيره شوفي افغانستان الدول امريكا الجنوبيه فنزويلا كولومبيا من هذا تعرفين عصابات ومخدرات وغيرها ايه. احنا نوعا ما الموضوع جيد. خلينا النقاط الاربعه نناقشهن. النقطة الأولى أنا أعتقد بأننا وصلنا إلى مرحلة ممتازة جدا وهي قابلية المواطن على السير ليلا في الحي أو المنطقة. طلعي بأي منطقة هسه شعب صار عنده اختلاف كثير وهي ثقافتنا. طلعي بالليل روحي لجيرانكم وطلعي غير منطقة. نساء شقد يسوق السيارات هسه عندنا بالليل وروحي شوفي يعني صحيح. بين سيارة وسيارة تلقين مرأة تسوق. مقدار الثقة بالشرطة المحلية هنا هذا الموضوع لأن إحنا مجتمع عشائري فللأسف يعني وتعرفين بعد 2003 يعني صار أكو نوع من فقدان الثقة بالشرطة. يعني خلينا نكون واضحين إحنا ولد هذا البلد يعني بسبب طائفي تقصد؟ بسبب طائفي بسبب القسم اللي عاده لم يتم تدقيق ملفاتهم بصورة واضحة. لكن الآن بالتعاقب وبالعقوبات الشديدة اللي صدرت وبالالتزام بدأ المواطن يثق بالشرطة. وهذا على ايش يعتمد؟ يعتمد على الباور اللي يعطوهم يا قياداتهم. مثلا يقول له التزم لا يهددك فلان اني من فلان جهة او فلان يقول لك اني من فلان. النظام أبد يمشي على الكل. خلاص النظام يمشي على الكل. التعرض للسرقة باخر 12 يعني تقريبا ترى يعني اني برايي ما اعرف بس اني اشوف بانه السرقات قلت كثيرا. سرقه السيارات صارت نادره عندنا يعني حقيقه. زين شنو كانت المعرقلات اللي كانت تعرقل هذه المسيره؟ فساد. انا دائما اقول كل شيء راح تلقين الفساد يطل براسه. احنا راح نرجع على المربع الاول. اليوم الفساد قل يعني انت هسه مثلا طبعا قل الفساد حقيقه يعني مو مستويات سابقة. نعم أكو فساد موجود لأنه مع الأسف قد يفرض عليك الظرف الاقتصادي. هذا الموضوع أنا في إحدى الدول في يوم ما سرت من الدول الفقيرة فكان عندي صديق يعني يتكلم لي أحد أقربائه النقل إلى القمارق مثلا النقل إلى القمارق حقيقة على الحدود. فقال لي الحمد لله والشكر النقل للقمارك خوش رزق راح يجي. صحيح القمارك هو رشاوي مين راح يجي خوش رزق يعني من راتبه مثلا؟ لا هذه مؤشرات موجوده مؤشرات فساد. وهي طبعا مو بعد ال 2003 قبل ال 2003 موجوده. بس استاذ سربت خلينا نحكي بصراحه احنا مشكلتنا الغني يبوك يعني مدير عام ممكن تلقاه يبوك واتحدث عن البعض وارفض لغه التعميم. مشكلتنا اللي عنده سيارة حديثة هو هذا اللي يبقى أكثر من الفقير. وشوف النزاهة جاي تضبط يومية مدراء عامين وآخرها مدير سجن في أحد المحافظات. هذا يعني الفقير ما يبقى خلينا نكون واضحين في هذا للأسف يعني إحنا النفس البشرية يعني من ناحية الأمن دائما من ندرس هذا الموضوع نفس البشرية دائما أمارة بالسوء. وهذا كل ما يوصل إلى مرتبة يريد أعلى يتذوق المال الحرام واللي سهل يوصل له. أنا كثير مثلا مرات جاوزت الخطوط الحمر قلت خل نذهب إلى مناطق معينة حددتها بالاسم خلي يشوفون هذه البيوت مين مثلا
هذه المظللات منين؟ مين جتي؟ يعني هل أنت جبتها مثلاً شنو مقاولة مثلاً؟ شلون أكو مناطق؟ يا مناطق تجاوزتها وشوفها خطوطها؟ يعني مناطق ذهبي، شوفي هسه شوفي الجادرية، شوفي مناطق أخرى، يعني كثير من المناطق هسه أنت اتركي هاي، فوتي بالأربع شوارع تلقين مطاعم بملايين الدولارات، ملايين الدولارات، مليارات يعني. هذه هاي واجهات، لا أنا ولا أنت ولا لو نجمع أهاليتنا كلهم نجمع ما نقدر نبني لنا مو بس غرفة، كل شيء ما نقدر نبني. واجهات غسيل أموال مو هاي، أكو غير منطقة ربما يعني أعتقد بأنه شوف هي شنو غسيل أموال هذه، ما دام هقول الموضوع هذا أمني يعني. أي. غسيل أموال مثلا اليوم أنا عملت عمل غير مشروع كمقاولة وبيها نزاهة وبيها بوق وهذه مثلا، وإجاني منها فت 5 ملايين دولار، 5 ملايين كان طونياها ككوميشن من أجل عمل هو ما راح يصير صحيح، زيادة 5 ملايين دولار شلون راح أبقيها، وخاصة هسه على النظام الجديد اللي ركز عليه السوداني النظام الإلكتروني الحق. يعني ثقي واعتقدي تروحين إذا تريدين تودعين 10 ملايين دينار راح يسألك موظف البنك من أين مصدر النقود، مثل العالم، العالم ترى تروحين ماكو تعامل، عالم تروحين تودعين فلوس ويش وين مصدرها؟ تعد استسلمت هاي مليارات. فشي يسوي؟ ضايعة بالسوق. شي يسوي؟ أي يستورد، يستورد مواد، يستورد شيء يبني له فشي ضخم يشغله لمدة 2 أو 3 شهور بعدين يبيعه. هنا الأموال اللي اجتي من بيعه تنظفت قانونية خلاص. صحيح. أو إحنا يعني مرات يعني مثلاً تشوفين بضائع رخيصة جدا مو مستواها يعني هذا مو معقولة يعني. استاذ سرمد الحكومة وين عن هذه؟ غسيل أموال دول عالمية ما تقدر تلزمها، 6 فرع مو سهل غسيل أموال يعني ما تشعرين بيه أنت أصلا. لكن هسه ما راح يصير نظام معين يعني مثلا راح تبين راح ينحصر يعني. ما ايش قد نسبة غسيل الاموال من وجهة نظرك بالعراق؟ هوايه. ايش قد؟ هوايه ما اعرف، هذه ما بيها نسب يعني، بس اكو دائره ما غسيل يعني اموال يعني اكثر من 50%. لا 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 مو لهالدرجه، لا ترى احنا مو كل الزناقين يعني بالنسبه للعراقيين. وهي المشكله انت شوف الغني غني مليارات كلها يحكي بالمليارات، وشوف الفقير مسحوق. احنا تقريبا عندنا الطبقه المتوسطه صارت هشه او ضعيفه استاذ سرمد. صح، هي طبقة الموظفين هي الطبقة المتوسطة، بس الموظفين هم اللي يروح يشتري سيارات بالأقساط وهاي، بس عندنا طبقات قولي مسحوقة، هذول المساكين، هذول اللي 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 ما تعرفين شلون ترفعين من. لذلك أنا التقيت بأحد الأشخاص المهمين يعني، فقال لي أنا مسوي مشاريع، هو رجل غني من قبل، أنا مسوي مشاريع بفلان مكان ومسوي مشاريع. سألته قلت له أستاذ، قلت له هاي المشاريع ترى أني ما أقدر أشتريها، أني هسه ما أقدر أشتريها ولا غيري، أنت تحكي الشقة ب$200,000 وب$200,000 هذه أني ما أقدر أشتريها، المن هاي من بده يشتريها؟ زين. قال لي لا سعرها زين، قلت له شلون بدي أقول لك أني هسه ما أقدر أشتريها؟ سعرها زين مقارنة بشنو؟ ما سألته؟ لا 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 هو يعني أني أعتقد يعني يعني هذا الموضوع حقيقة مدوخ العراقيين، خاصة أكو مناطق مثلا نشوفيها فيها شقق ب$300,000 و$400,000 يعني. أنا ما شايفتها والله غير للشخصيات السياسية والفاشينيستا. إيه هذا هذه يعني أنا ما شايفة مثلا موظف عادي ممكن يقدر يأخذها بسهولة. لا لا ما أكو، لا لا إلا اللي عمل حر. لا أكو ناس كثيرين ترى يعملون أعمال حرة وحقيقية، لكن اليوم انت بتلتقين انت يجوز مجتمعك ما تلتقي، لكن انا من التقي ناس او بنات شابات او شيء مثلا من خلال عملنا الاعلامي، تقول لي يعني مثلا بيتي بوابة العراق او شيء او هذه تخلين يعني انه مخك يفتر. اي هسه انا عمري 60 سنه وما اقدر اشتري طابوقه بوابة العراق؟ لا مستحيل. طيب شلون قدرتوا بهالفتره هاي؟ العراق يحمل اسرارا كثيره ست فرح، اتذكريها، العراق يحمل أسرار كثيرة. شنو طبيعة هالأسرار؟ العراق البلد الوحيد ثقي عندنا فلوس ما موجودة بأي بلد والله يعني حقيقة، وسبحان الله وكأنه الخير بي زين، لكن مع الأسف الغني ما دي ينتبه على الفقير. يعني هسه أنت تريدين أسوي المشاريع، هسه ما ألبس ماية
مثلا هسه مو مشروع هو هذا ممكن أن يفيد الموظف، يفيد مشاريع ضخمة، مشاريع هذه، إحنا هذا القصد. في موضوع آخر يعني، أنت هسه المنطقة ملتهبة ست فرح، منطقة ملتهبة جدا، وتعرفين هنالك ترى تجار للحروب، هذول أخطر شيء، هذول يمارسون عملهم تجار الحروب في العراق. لحد الآن ما واصلتنا النار، لكن هم بيش يتلاعبون بسلتج الغذائية. هذا موضوع جدا. الورقة جداً الاقتصادية تقصد. انت اذا ما عندك، اذا يصير صعب السلة الغذائية، صعب تشترين المعجون والدهن والتمن، وهذا كله استيراد. ممكن نوصل لهذه المرحلة لا قدر الله وهسه احنا في منطقة ملتهبة؟ والله اكو ناس عوائل تخزن، هسه دا تخزن. لا احنا، انت من وجهة نظر امنية ممكن نطولنا هذه الفترة؟ يعني اي فترة؟ الفترة انه الاكل يصير قحط علينا. لا احنا لا ما تصير، بس اللي اقوى من عندنا مثلا اكو دول مجاوره، ان مثلا تركيا وايران ما يمرون بهاي الظرف. هسه ايش قد اللي يره صاعده بتركيا، ايران ايش قد صار التومان، اني اسمع كلش انخفض امام الدولار، لكن هو الايران ياكل جبن، ياكل خبز. طيب، واكله بسيط مو مثلنا احنا عراقيين. عضو لجنه الامن والدفاع النائب علي البنداوي، حياك الله، ينضم معنا عبر الهاتف. كيف تقرأ في لجنة الأمن والدفاع النيابية حصول العراق على مراتب متقدمة في الأمن والنظام؟ تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولضيفكم الكريم ولمشاهديكم الكرام، حياك الله. بطبيعة الحال إذا نظرنا منذ يعني سقوط النظام البائد إلى يومنا هذا، لاحظنا في بداية السقوط يعني كمية الاعتداءات والمفخخات اليومية والحروب العبثية، عصابات الجهاد التوحيد، عصابات ثورة العشرين، عصابات القاعدة وآخرها داعش، لكن بفضل الله أولاً، بفضل مجاهدين في القوات الأمنية، في وزارة الدفاع، في الداخلية، في الحشد الشعبي وكل الأجهزة الساندة، كان لهم دور كبير في تحرير الأرض. حقيقة ما تعرض إلى العراق، لا أعتقد أن هنالك دولة في العالم تعرضت إلى ما تعرض إليه أبناء شعب العراق والعراق بصورة عامة. يعني حروب عبثية منذ السبعينات الثمانينات التسعينات وإلى الألفينات، أكثر من 50 سنة العراق خاض حدود 4-5 حروب، ونتيجتها هو دمار واستشهاد ويعني تهجير وأرامل وإكتمال. لذلك أعتقد اليوم العراق يسير باتجاه صحيح، باتجاهات كثيرة، في مقدمة اليوم الأمن والأمان بفضل الله، فضل قوات الأمنية وصل إلى ذروة عالية. نعم هنالك بعض يعني الأحداث تحدث هنا وهناك، ولكن لا ترتقي إلى مستوى يعني حرب أو إلى مستوى تنظيمات إرهابية. قد يكون مجموعة إصابات تتحرك هنا وهناك. قواتنا الأمنية اليوم تلاحقهم سواء كانوا في الصحراء أو في الجبال أو في الوديان. سيادة النائب، كلجنة أمن ودفاع، شنو تقييمكم وملاحظاتكم على الوضع الأمني في العراق؟ نعم، طبعا لجنة الأمن والدفاع حقيقة من اللجان الفاعلة في مجلس النواب العراقي، لدينا لا يكاد يوم يخلى من زيارة ميدانية إلى قطعات الجيش أو من استضافة أو من توجيه يعني كتب واستفسارات حول الحالة يعني القتالية. قواتنا اليوم جيدة جدا على الأرض، ماسكة الأرض اليوم، لا يوجد هنالك تهديد على مستوى الأرض. كذلك يعني دفاعاتنا الجوية اليوم الحمد لله يعني نمتلك رادارات لديها القدرة على كشف الأهداف حتى في داخل دول الجوار يعني باتجاه العراق. لدينا قوة جوية، لدينا طائرات، دفاعات جوية، وأعتقد يعني اليوم حال القوات الأمنية العراقية أفضل مما هو كان يعني بعد 2003 وحتى قبل 2003. شكرا جزيلا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب علي البنداوي، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. شنو ملاحظاتك على ما تفضل به سيادة النائب؟ يعني تعرفين هو رجل رئيس لجنة أمن والدفاع، فكلامه دائما يعني يكون
مقارب إلى وجهة نظر الدولة، وهي وجهة نظر الدولة يعني كليتنا نفرح ست فرح، كليتنا نفرح إذا نشوف بلدنا من أمان أكثر. إحنا ستسأليني مثلا تقولي لي شنو المخاطر اللي ممكن أن تحيق بينا؟ أول شيء أقول ليش المخدرات قبل داعش؟ هسه تقولي لي كيف المخدرات قبل داعش؟ نعم المخدرات صارت أخطر من داعش على شبابنا. داعش مبين مجموعات بسيطة 2-3 موجودين في تلقي جنوب غرب كركوك بالمطيبيجة بحمرين، لكن هذه ده تنتشر كالنار في الهشيم. مو أكو هسه حملات حملات يقومون بشكل كبير جدا، والمرجعية وجهت ببيان إلها حول مكافحة هذه الآفة. ممتاز، ثقي واعتقدي النتائج ممتازة جدا. الدليل أنه ازداد سعر المخدرات الكريستال وغير إلى أضعاف مضاعفة. هاي شنو سببها؟ لأن ما يصير فرض رقابة، لأن هذه هم عرض وطلب نفس الشيء ست فرح. فلذلك كثير من المصحات راح تنفتح في كل مكان كثير، لكن بعد يحتاج لنا احنا ست قبل 2003 خلي ببالك. ايش كنت يحتاج لنا حتى نقدر نوقف على رجلنا بشكل صحيح؟ بشنو؟ بأي مجال؟ كل شيء. أول شيء مكافحة الفساد، هذه الطامة الكبرى. ثاني شيء المخدرات. ثالث شيء أنت دائما تركز على نقطة جدا مهمة، ملف التسليح للقوات الأمنية. ونشوف سؤالك إذا أحكي إذا أقول جوابه راح يجير، أنا أجير بغير كلام، لكن أنا أرى أنه إذا حضينا برئيس وزراء قوي بعد نهاية هاي الدورة، يعني مثل محمد الشياع بصراحة، يعني هسه احنا هسه بيقولون دير وجه محمد الشياع زين، يعني المشكلة واحد يحكي الحقيقة. إذا حضينا برئيس وزراء قوي احكي براحتك، أنا أراهن على صراحتك أستاذ سرمن. يعني أنت دائما صريح في طرح وجهات النظر. أنا أحتاج رئيس من باب المهنية. ممتاز. أنا أحتاج رئيس وزراء نزيه وقوي و خدمات، يفكر بالخدمات زين، يفكر بالخدمات. احنا تأخرنا عن الدول كثيرا، محافظات اشترى اي بنية تحتية ما بيها. اذا تريدين تبنين ماكو مجاري وماكو مي وكهرباء حقيقة، يعني هذا الموضوع والله 4 سنين حكومة قوية ثقة واعتقدي 4 سنين. احنا هسه بال24 بال28 وين فتح طريق التنمية بدايته وميناء الفاو، انت تنتقلين نقلة عظيمة جدا. لكن هي هاي اللاكي اللي ما راح الكتل اللي ما راح تستفاد وين راح تدير وجهها، هي هاي المشكلة. احنا هذه الانتخابات هذه الطامة الكبرى، مو هو نظام برلماني وكليتنا نأيده. تعرفين ايش قد نخسر بالانتخابات فلوس؟ ايش قد نخسر؟ ايش قد ناس تضطر؟ لعدتي الوزير، انت منقسمة الوزارات على الكتل، يعني توقعين هالوزير زين شط الكتل تعلم وتدخل بانتخابات مرة أخرى؟ من يطي؟ أنا قدر رشح، أنت قدرين ترشحين؟ إذن إحنا دولة حكومات مو دولة مؤسسات. لا، هي المفروض دولة مؤسسات، لكن إحنا يرادلنا كشعب نقول كلمتنا بهذا الموضوع، مو نسير بعيون يعني بعيون لا ترى الواقع. التسليح والتحالف الدولي، إيش قد ساهم الحوار مع التحالف الدولي في حلول الأمن والنظام في العراق؟ وراح أرجع لك على نقطة التسليح والحوار مع التحالف، لأنه إحنا بالفعل وضعنا جدولة انسحاب والملفين مرتبطات بشكل وثيق ومؤكد. زي. ومؤكد أنا دا أقول لك حفظيها وذكريها وثبتي هذا اللقاء بالأرشيف عندش. سبتمبر 25 يطلعون من قاعدة عين الأسد. وين يتجهون؟ يتجهون إلى قاعدة أربيل، مطار أربيل، يبقون لل 26 ويغادروا على أن لا تكون هنالك. أنت بس في أي لحظة محتمل كيان صهيوني يرد على إيران، وإيران راح ترد على الكيان الصهيوني، وربما الكيان يقصف العراق. حقيقة هذا وضعك. زين إذا هذا وضع استمر كيف تعملين؟ زين، وبالمناسبة الوضع قد يتطور إلى صدام غير مباشر بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، لأن روسيا تجهز إيران قد يكون بأس 400، وأمريكا بكرة راح العراق وين من هذه المعادلة؟ العراق شوفي احنا عندنا فصائل مقاومه اسلاميه، وذول ناس عقائديين، يعني يقول لك احنا نضرب العدو، وبنفس الوقت هم ما يطلبون من الحكومه تعالوا قاتلوا ويانا.
بس يقول لك احنا يعني لا حد يكسر بينا لان احنا اهدافنا ساميه. هذا كلامهم بزي. عرفتي شلون؟ لكن كحكومه قرار الحرب والسلم بيد الدوله العراقيه بسلطاتها الثلاث، يعني مو وحده لا السوداني لا. قرر دير بالك، رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وبموافقه الثلثين يقول ندخل حرب ويا اسرائيل. يلا وفق المادة 61-9 هذا إذا العراق مراد يدخل حرب ويا الكيان الإسرائيلي، زين هل من الممكن أنه الكيان يريد حرب مباشر وصدام مباشر مع العراق؟ لا 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 ما يريد هذا الشيء، لكنه سأليني سؤال الأخ راح يزعجك هذا السؤال، هل ممكن أن يوجه ضربات إلى فصائل المقاومة الإسلامية في العراق؟ أقول لك نعم، وذكروها علني ذكروها، لكن قد تكون الولايات المتحدة تؤثر في هذا الموضوع على اعتبار هي متواجدة في العراق التحالف الدولي، على اعتبار أنه ممنوع اختراق الأجواء العراقية بوجودنا، يعني لا تستبعدين هاي الفكرة. إلى أين ذهب العراق في كل هذه السيناريوهات المفتوحة والمتعددة؟ العراق لحد الآن أنا قلت لك حكومة هادئة في هذا الوضع، ما تفكر بدخول حرب أو دخول صدام، قد نكون غير مهيئين لهذا الوضع، لكن احنا في نفس الوقت عندنا فصائل المقاومة هي مدى تعترف بأنه تطلق من الأراضي العراقية من أجل أن لا تقول إسرائيل عندها حجة تقصف العراق. زين، لكن أنا أقول لك هم ذكروها قالوا عندنا 38 هدف بالعراق، أكيد 38 تشمل يعني الفصائل القادة. زين نرجع يعني على التسليح، إحنا السماء مالتنا كلها بيد التحالف. صبري بعد شلون إحنا؟ يصبري بعد سلم يطلع التحالف، راح تجينا منظومة الأمسام الكورية الجنوبية وعندنا البانسير، هاي منظومات جيدة نوعا ما، الأمسام 50 كيلومتر مو قليلة أبدا. زين وراح تجيش الرادارات المخفضة التردد تكشف الأهداف الواطئة. زين هنا هاي بيها حسنات وبيها سيئات. حسناتها بأنه أنت تحمين سماء العراق، بس سيئاتها إذا خرقتش طائرة تركية وضربتيها أمر راح تصيرنا مشكلة. زين ليش راح تصير مشكلة؟ هاي مو سيادة، لا أنتوا جايين تعتدون على السيادة العراقية. والله أي طائرة تخترق الأجواء العراقية يجب إسقاطها، هذا واقع. لا بعد ليش يزعلوا؟ أي لا لا هذا وأنا بس ترجع السيادة الجوية للبلد كاملة. أنا أول يمكن أول عراقيين اللي أرتاح، خلينا نخلص بقرارة نفسك وبشعورك الداخلي، هل من الممكن أنه هذا السيناريو نشوف العراق يسلح برادارات ومنظومات دفاعية؟ نشوفه لكنه قد يكون مقيد. لا تخربط السالفة. لا بس اسمحي لي، يعني أنت العراق ما راح، احنا شوفي احنا من 79 أنت ممكن بعدش ما مولودة، ولا احنا نعاني من الحروب، ما بقى بلد ما حاربناه بهاي المنطقة، كإيران على الكويت على جتش دول عربية قاتلتنا بال91 وهاي الحروب احنا كلها حاضرية. زين المقيد شنو؟ انه هنا تحتاجين جرأة في استخدام هذه الأسلحة، خاصة الصواريخ اطلاق الـ يعني الـ، وانه تكون تحت سيطرة الحكومة فقط. احنا تحت سيطرة الحكومة فقط. شكرا جزيلا الخبير الأمني سرمد البياتي، نورتنا وحياك الله على كل ما تفضلت به. ملفنا الثاني راح يكون عن واقع النظام الضريبي في العراق، راح نفتحه وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي، لنتابع. رئيس الوزراء يوجه بإيقاف الزيادة الضريبية الخاصة بنقل ملكية العقار بمختلف أجناسه بعد أن أصدرها مدير عام هيئة الضرائب بنسب بدأت 40% للعقارات السكنية وانتهت 100% على نظيرتها التجارية، الأمر الذي وصفه مراقب سينعكس بصورة سلبية على أسعار المنازل التي هي بالأساس مرتفعة خصوصا في العاصمة بغداد. انه بايقاف خطوه محترمه، لان مدير عام الضريبه من صدر الامر هذا اعتقد صدره بدون دراسه، صدره بطريقه عشوائيه مما سبب احراج الكثير من الناس للبيع العقاري حتى يحد من بيع العقاري، لكن هذا مو صحيح، هذا حمل وثقل على كاهل المواطن. اليوم السكن في العاصمه بغداد هو مرتفع رغم وجود يعني المجمعات السكنيه، ولكن هو يبقى باسعار مرتفعه، فنرجو من رئاسه الوزراء بالدرجه الاولى كما الغي هذا القرار يتم اصدار قرار بتوزيع وتمليك شقق سكنيه لميسوري الحال من المواطنين.
مواطنون أشادوا بقرار رئيس الوزراء مؤكدين في حال استمرار الضرائب على العقار سينعكس بصورة مباشرة على اتساع حجم التهرب الضريبي أو البحث عن حيل قانونية تجنب البائع والمشتري دفع الأموال المحددة للدولة، وبالتالي الضحية الأكبر هو المواطن الذي يأمل أن يمتلك وحدة سكنية. بقانون رفع الضرائب بدت العالم تتذمر من هذا القرار، لأن أول الناس ما عنده، وكذلك بدأت تتهرب من دفع الضرائب. يعني اشتري بيت، شلون صار تحايل على القانون؟ يعني اشتري بيت آني أو اشتري عقار، سوي لي وكالة، ما دورة حتى يلزموني بالدائرة أدفع عقار. ويشير خبراء الاقتصاد من الأولى متابعة الديون المستحقة على الشركات الأجنبية المتعاقدة مع العراق في مجال النفط والاتصالات وغيرها، فضلا عن استرداد مبالغ سرقة القرن بدلا من فرض الضرائب التي تثقل كاهل المواطنين. من بغداد شبان سامي، قناة الأيام الفضائية. أرحب بضيوفي في الملف الثاني، الخبير الاقتصادي الأستاذ مصطفى حندوش، حياك الله. أهلاً وسهلاً. كما أرحب عبر سكايب بعضو اللجنة العليا للإصلاح الضريبي الأستاذ خالد الجابري، حياك الله. يبدو أن الأستاذ خالد انقطع الاتصال، سيحاول الأخوة معاودة الاتصال من جديد. أستاذ مصطفى، بحسب معرفتنا بحضرتك عندك واي ملاحظات على واقع الضرائب والرسوم بالعراق، ليش وشنو اللي يكون عندك هذا الانطباع؟ نعم، بدأت رحبت شو رحب بمشاهدي قناتكم الكرام. واقعا العراقيين على مدى التاريخ من خلال دراسة الواقع الضريبي العراقي ليسوا دافعين للضريبة، يعني هو كشعب ما يدفع ضريبة. في الدولة العثمانية اللي كانت تعتاش على الضرائب بسبب كثرة المشاكل، بعدين قرروا قرار للحكام في العراق انه يأخذ الضريبة لغرض الكفاية لا لغرض الجباية. يعني أخذوا لغاية ما يكفي الدولة، بس لا تأخذون لغرض الجباية على المغالبة، لأن طبيعة العراقيين غير دافعين للضريبة. ولذلك تشوفين حضرتك يعني من حتى بعد الحرب العالمية الأولى ما وضعت قوانين ضريبية قاسية على العراق، مو لأن طبعا الحكومات ما تدي فلوس، لأن هم ما يدفعون، واللي يلح وياهم بهذا الموضوع يسبب له مشاكل. زين، الدولة العراقية حاليا تواجه أمور احنا نعرفها كل الزين. احنا في حالة تضخم سكاني، يعني اليوم احنا وصلنا 44 او 45 مليون، منتظرين تعداد السكان ونشوف عددنا. زين، ما عندنا انفتاح اقتصادي. معادلة النفط اللي عايشين من عندها اللي هي 3.5% تصدير من انتاج اوبك و 4.5 إلى 5% انتاج، يعني 4.5 مليون إلى 5 مليون انتاج. زين، هاي معادلة 2004 2005، من كنا قليلة بالضبط. زين، من كنا في ذاك الوقت اعتقد 22 24 مليون. طيب زين، هذه المبالغ اللي قاعد تأتي من ريال النفط قاعد تدفع المبالغ الموازنة ما قاعد تكفي. ليش؟ في حال تضخم اليوم هاي كل الهوسة تدفع 4.5 مليون انت موظف، كل هاي الهوسة 4.5 مليون موظف وقرابة 2 إلى 4 كذلك ضمان اجتماعي، مبالغ محددة. ويجيش المتقاعد، المفروض المتقاعد على صندوق التقاعد ما له علاقة، بس اكو بعض المبالغ، فكلها قاعد ندفع 8 9 مليون طبعا بأجزاء. زين، احنا اليوم ايش قد بقى لك؟ 35 مليون. 35 مليون هذول هل هم يقدرون يعيشون وحدهم بالسوق؟ وهنا الموضوع، احنا ما فاتحين الاقتصاد. زين، عندنا اقتصاد الصناعه ما مفتوح، ماكو صناعه، ماكو اقتصاد الزراعه محدد جدا، ماكو حقيقه هذه الاقتصاديات الزراعيه. اقتصاد النقل بعده، يعني احنا اهم عندنا مشروعين بالنقل اللي هو ميناء الفاو وطريق التنميه، وعندش النقل الجوي يكون الحظ الاوروبي يكون ينفتح علينا. اقتصاد السياحه، ونحن بلد لدينا 13 نوع من السياحه، وهذا نادر جدا، من سياحه الاثار، السياحه الدينيه، لسياحه الطبيعه، الى سياحه التاريخ، الى سياحه الحروب، الى سياحه الرياضه وغيرها وغيرها. فبالنتيجه هذا شيء يحتاج السياحه، السياحه يحتاج الى قوانين وبنيه تحتيه ومنظمه والى اهتمام حقيقي مؤثر بهذا الشيء. للاسف هيئه السياحه والاثار مهتم اكثر شيء بال يعني ببعض الامور الترفيهيه، ما مهتم بالامور البعض الاغلبيه. دليل السياحه اليوم ما عندنا، فاقتصاديات داخليه ما عندنا. زين، هاي صار لنا خلينا نقول 5 6 سنوات من 2018 19 صار عندنا بحبوحه امنيه. يابا تعالوا خلينا نفتح الاقتصاد، ايش بقى؟ ليش؟
بس هذا التحفظ على فتح الاقتصاد ليش؟ خاصة أنت كانت عندك ملاحظة على الضرائب من أمانة بغداد. نعم. تذهب لغير خزينة الدولة. أي نعم. كانت عندك ملاحظة مهمة حول هذا الموضوع. أمانة بغداد لديها إيرادات ضخمة جدا. يعني واحدة من إيراداتها على سبيل المثال أي أحد يبيع بيت مساحة البيت أقل من 200 متر يعني 50 70 75 متر يجون على القطعة هاي شوفوها ثلاث قطع وأربع قطع صايرة أربع أبواب وثلاث أبواب كل باب طبعا اللي يبيع يدفع على كل باب مليونين يعني 6 ملايين 8 ملايين ما عنده شيء علاقة بالبقية والله هذا الموجود فأنت كل ما بيع عادة يحصلوا منها 5 6 8 ملايين نتحدث عن قرابة 100 إلى 150 ألف عقار يباع سنويا بهذه الحالة داخل بغداد داعتي بس بغداد إذا نتحدث عن تريليونات يابا وين هاي التريليونات نتحدث عن جبايات حقيقة وممتلكات ضخمة آلاف المباني عندها عشرات المنتزهات مئات أسواق الجملة عشرات مئات أسواق المفرد وعشرات علاوي الجملة إيرادات ضخمة وكذلك البلديات في المحافظات هذا حقيقة ماكو مساهمة في خزينة الدولة. بعد وين تروح الفلوس؟ أنا مع نظرية ما نطلق التهم خلي الدولة تشكل لجنة لإعادة تقييم إيرادات الدوائر والوزارات اللي تمتلك إيراد. خلي تعيد تقييم. هي بالعقل جهة حكومية اللي هي أمانة بغداد قاعد تأخذ ضرائب هل تساهم بزيادة خزينة الدولة؟ الجواب لا. أي مواطن راح يسأل يقول عاد وين جاي تروح والحكومة ليش غاضة الطرف عن هذا الموضوع المهم وأكيد أكو فد أسباب بس الأسباب قد تكون صرفة في غير موقعها عادة تخصيصها لمشاريع بس بالنتيجة إحنا ما قاعد نشوف نتائج فإحنا على مد لا نذهب عن سياق الدولة أنا مع تشكيل لجنة اللجنة تعيد دراسة موضوع إيرادات أمانة بغداد وأي وزارة أو دائرة بها إيراد غير منتظم تعيد دراسته وتقيمه من جديد ما فيها مشكلة هاي التقييمات الآن ماشي عليها ترى مال سنة 2000 بالضبط أستاذ خالد أجدد الترحيب بحضرتك وأسألك عن الأمور التي شخصتوها طيلة الفترة السابقة وعلى ماذا عملتم لإصلاح الواقع الضريبي في العراق حياك الله حقيقة الضريبة هي عبارة عن ناتج يتولد نتيجة تولد دخل هاي فلسفة الضريبة يعني ليش ناخذ ضريبة لأنه اكو ناتج تولد بدخل زين فتولد وعاء ضريبة فاحنا مثل ما تفضل استاذ مصطفى احنا اليوم 80% من الإيراد الضريبي دا يحققه الشركات الكبرى يعني عكس اللي توضح في تقريركم بالمقدمة انه الدولة تطلب الشركات النفطية او شركات الاتصالات بالحقيقة هي 80% من الإيراد الضريبي المتحقق هذه اللحظة هو ده شكل 80 او اقل شوية اكثر شوية ده شكل شركات النفط ده شكل شركات الاتصالات والانترنت وذن يسموهم كبار المكلفين طيب و20% باقي الشرائح في المجتمع فالضريبة اليوم إيرادها ده يتحقق من 80% من هذا الجانب الضريبة هي عبارة مثل ما قلت هي عبارة عن ناتج نتيجة تولد وعاء فإحنا اليوم عندنا مثلا حسب الناتج الإجمالي المحلي إحنا عندنا قطاع المصارف يساهم مثلا بنصف بالمئة بسبب غياب الناتج الإجمالي المحلي بسبب غياب الائتمان عندش قطاع التشييد والبناء يساهم ب 2% من الناتج القومي الناتج الإجمالي المحلي 2% ولكن بأقرب دولة مجاورة يساهم ب 12% قطاع المصارف يساهم من 15 إلى 20% قطاع مثل ما تفضل أستاذ مصطفى قطاع النقل تقريبا يساهم ما ذكر رقم بس تقريبا 1.8% وهذا يعني طيب. بعيد جدا عن أقرب دولة أقرب دولة علينا كذلك عندنا قطاعات أخرى يعني قطاع الزراعة تخيلي يساهم ب 8% اللي هو أكثر من القطاعات اللي ذكرت آنفا اللي هو إحنا أصلاً قطاع الزراعة بعد يحتاج مساهمته أكبر لأنه العراق يمتلك أرض خصبة قطاع العقارات اللي زايدة والضريبة والسيد السوداني وجه بتقليلها هذا يعني العقار أكو به مشاكل ضريبية كارثية والبعض يتهم بوجود نسبة فساد كبيرة فأنت شنو وجهة نظرك في هذا الموضوع؟
القطاع اولا القرار احنا يعني اكثر من منصه بلغنا به انه هو القرار تم ايقافه وغير معمول به، والسيد رئيس الوزراء ايضا وجه انه بايقافه، لانه اللجنه العليا كتبت الى في وقتها الى السيد رئيس الوزراء انه هذا القرار احنا يعني مو هذا هو القرار. السبب انه اللجنه العليا عندها غير رؤيه للعقار، لانه العقار بالعراق يعني دا يعاني من تضخم هائل، فشريحه الطبقه المتوسطه ما تقدر تشتري عقار هسه، مو بسبب الضريبه بس بسبب عوامل كثيره. فلذلك انه حتى من فضلك استاذ خالد الناس الاغنياء اللي عندهم جديده نعم الناس الاغنياء اللي عندهم اكثر من بيت ولكن انصدمنا بوجود بوجود تدخل تشريعي نحتاجه. لذلك ذهب الموضوع الى اعاده صياغه قانون العقارات كما تم اعاده صياغه قانون ضريبه الدخل، لانه قانون ضريبه الدخل الحالي زين هو لا يتلائم مع اقتصاديات السوق. لذلك تم اطلاق قانون ضريبه جديد وتم رفعه الى السيد رئيس الوزراء، والسيد رئيس الوزراء حوله الى الامانه العامه وبغيه عرضه على مجلس وزراء للتصويت عليه، لانه القانون النافذ هو لا يتلائم مع اقتصاديات السوق. زين استاذ خالد هسه احنا تدري شنو مشكلتنا؟ رب سائل يسال يقول لك اني بغض النظر عن ماذا اصدرت القبه التشريعيه وكيف سيصوت مجلس الوزراء، اكو سؤال اليوم انا انقل لك اياه بسيط من المواطن لحضرتك، يقول لك هل الحكومه جاي تاخذ ضرائب من اللي عنده اكثر من بيت او اللي عنده مول او اللي عنده الكثير من القصور ربما في مناطق فارهه؟ يعني اكو فندق في بغداد يعني ضرائب الكهرباء بالمليارات يدفع 10% منها فقط بسبب وجود نفوذ، وتركضون وراء المواطن الفقير يا بادفع ضريبه. اليوم المواطن ناقم من هذه الحاله، يعني احكي لك اياها وبمنتهى التجارب بس حتى اوضح موضوع للمواطن ولحضرتك وللمشاهدين. اتفضل. اللجنه العليا للاصلاح الضريبي هي لجنه ليست معنيه بعمليه تنفيذ الاداء الضريبي او التسجيل العقاري، او هي لجنه وجدت لغرض. يبدو انني فقدت الاتصال، سيحاول الاخوه الاتصال. اذا أقول السؤال إليك أستاذ مصطفى. نعم، وقعنا أنا قريب من اللجنة العليا للضرائب ومن الأستاذ خالد، يعني أكو بعض الإنتاجات مالتهم نتناقش بيها كمختصين في هذا المجال. اللجنة العليا للضرائب عندها رؤية أنه التحديث النظام الضريبي وليس زيادة الضريبة. يعني شلون؟ يعني بحالة أنه في حالة أنه مثلا الضريبة تكون في حالة إلكترونية أتمتة لإلغاء الفساد وإلغاء المحسوبية وغيره، هاي رؤية هم عندهم يشتغلون عليه وأنا أشوفها جيدة بهذه النقطة. صدر موضوع من هيئة الضرائب قالوا زيادة العقار والنسب لهم واللغة، رئيس الوزراء لقاء الموضوع، وهذا جيد أنا أعتبره أنهم يعني أنا أعتبر وقوفهم بوجه زيادة الضريبة على العقار حالة جيدة جدا، وطبعا مو زيادة على العقار على تخمين العقار بس يأثر كذلك. احنا عندنا مشاكل بتخمين العقار ست فرح، يعني مشاكل بتأثر على الاستثمار. شنو هاي المشاكل؟ اليوم اي مستثمر اللي يسوي له معمل، اللي يسوي له حديقه اسماك، حديقه يعني مال اسماك، اللي يسوي له مزرعه يحتاج قرض، هذا نظام تمويل. زين يابا اعطوني قرض، يقول له والله تجيب لازم تجيب لنا انت بقد القرض تجيب لنا رهون رهن خوش حاج، رهنوا المشروع رهنوا المعمل رهن المصنع خوش حاج ما نقبل. ليش؟ ما يقبل. هذا عندنا هاي مصارفنا ما تقبل، خصوصا الحكوميات ما يقبل. يقول لك انا ما عندي اي رهن للمشروع، علما انه 99% من دول العالم اللي تطورت اقتصادياتها هي برهن المشروع. استاذ مصطفى ايه؟ هذا مو تكبيل؟ اي هذا مو تقييد؟ اي بالضبط. لا اجيش هسه ما يخاف، قبلوا المستثمرين. زين. قال لهم يابا نرهن. خوش حكي، جيبوا لنا ممتلكات بقد ايش قد تاخذون؟ 10 مليار؟ جيبوا لنا 10 مليار. يجيب المستثمر ست فرح 10 مليار مثلا بيوت وشركات عنده ب 10 مليار. زين. تخمين الضريبي 20% احنا عندنا. يعني من تجي تقيميه ضريبيا 20% هو هذا قاع للضريبه، لان انت 100% هذا سعر السوق ما يقيم. لكن الضريبه تقيم 20% وعلى 20% شنو تاخذ من عند سبب ضريبه؟ حتى يظل حاله مرونه.
شو يقولوا للمصارف الان هذا الكلام؟ والله احنا هذا اللي ب 10 مليار قيمنا بمليارين، احنا ب 10 مليار ينباعن قيمه بمليارين، يا ليش قيمه بمليارين؟ سوي سعر سائد بالسوق. لا انا امشي على السعر الضريبي. شو الحكي هذا؟ بنقل تعجيزي يلعبون وياهم. زين، في ما يتعلق بضرائب المرور والمنافذ الحدوديه، هذا اللي بها طن من الاموال، شلون دي جاي يتعاملون؟ المرور ما عليها ضرائب، عليها رسوم وغرامات. زين، هاي تسلم للدوله سنويا قرار 500 مليون. هذه رسوم المرور. نعم. وضرائب المنافذ الحدوديه. المنافذ الحدوديه هي استيراد البضائع. المنافذ الحدوديه الان بين بها نوعين تستوردين بضائع، عندك ضريبه وعندك قمرق، ماشي؟ الان مع تطبيق نظام السكودا اللي صار، ارتفعت لاول مره الايرادات الضريبيه والقمرقيه في المنافذ يعني الى الضعف دبل. طبعا نظام السكودا هو نظام الكتروني، طب الحاويه بقائمه منفرده تقولها صوره. وين كان يروح سابقا؟ الحاويات يعني تذهب تهريب. اي يعني تعرفين نظام ورقي، هو جايب 6 حاويات بورقه واحده، طلعوهن 3 اوكي، فثلاثه شبيهن شطبه. هسه ماكو حكي، كل وحدة تتقارن. عندنا نقطة أخرى، إذا كمل نظام السكودا وارتبط بحوالات واعتمادات البنك المركزي العراقي، ترتفع الإيرادات الضريبية والقمرقية عن الحوالات وعن الاعتمادات. من هسه خلينا نقول راح ترتفع 2 مليار دولار، راح تصير ممكن يصير 6 إلى 7 مليار دولار. ولذلك اعترضوا على وزيرة المالية من راح فعلت النظام السكودا بالبصرة؟ طبعا الفساد أنا أعتقد هواي تأثر من هذا الموضوع، لأن كانت الحوالات نصت بقشق. الآن حاويات عملت انضباط، لا هو بالأرقام، الآن الإيراد القمرق والضريبة ضعف، لكن ستفرح ضيفي لها إذا ارتبطنا بالبنك المركزي يصير 3 أضعاف. فبالنتيجة أنا أعتقد أكو خطوات لعملية حصر الإيراد، وإن شاء الله تكون يعني خطوات حقيقية ويستفاد منها، وبالتالي تستفاد منها خزينة الدولة. خزينة الدولة كل ما بها أموال ستفرح هي المواطن يعني في حالة طيب. استقرار. أستاذ خالد، لو تحدثنا عن نسبة الفساد في الضرائب والرسوم، إيش قد تقدرها حضرتك؟ ست فرح، انا بس اريد اوضح قبل هذا السؤال قائد اوضح مهام اللجنه العليا. اللجنه العليا هي ليست تنفيذيه. طيب. هي غرضها تعيد التعليمات والتشريعات بما يتلائم مع اقتصاديات السوق ومع ما يتلائم مع تسهيل عمليه التحاسب الضريبي لغرض القضاء على حلقات الفساد. يعني مثلا خلي اعطيك بعض الملاحظات. تفضل. كانت اكو براءه الذمه وعدم الممانعه كانت صعب جدا ان تعطى. اليوم عدم الممانعه يعطى الى اي شركه تريد تقدم على مناقصه او افراد يقدمون على مناقصه 90 يوم حتى لو مكمل حساباته، يعطوا عدم ممانعه، روح كمل شغلتك، فوز بالعقد وتعال كمل حساباتك. كان عندنا فصل بين الاوعيه، بمعنى انه انا مقاول مثلا رئيسي، مثلا على سبيل المثال انا مقاول رئيسي وعندي مقاول ثانوي، ما يتحاسب المقاول الثانوي الا يتحاسب المقاول الرئيسي. وصلنا الاوعيه، قام المقاول، انه هاي كلها عمليات كانت الناس تخضع الى حقيقه تخضع الى مشاكل كثيره. هاي بدينا نفصل الاوعيه، فالفساد ده يبدي هو الهدف اللجنه العليا، اولا تقليل عمليات الفساد، زياده الايرادات الضريبيه، بس مو زياده الايرادات الضريبيه على الشرائح الغير مشموله. لا، على الشرائح المشمولة. مثلا كان اكو قطيعة ضريبية بين الجامعات الاهلية وبين الضريبة، امدها من 2004 الى 2024، امدها 20 سنة، ولا بسبب انه الضريبة تقول انه من 2004 الى 2016 خاضعين، ولكن هم بالقانون غير خاضعين، قانونهم قانون الجامعات الاهلية والتعليم الاهلي غير خاضع. فاجينا فصلنا الاوعية، فصلنا القانون، من 2004 الى 2016 هذه فترة عدم خضوع، ولكن من 2016 فما صعودا، هاي فتره خضوع، فلازم تدفع وبدات تدفع الكليات الاهليه. هذا زايد الايراد الضريبي، لانه هاي اكو خصام بين هاي الشريحه وبين الايراد الضريبي. احنا ست اللي نركز على 20% اللي ال 20% اللي هم يرفدون الايراد الضريبي يشكلون 80% من المكلفين، و80% من الايراد الضريبي يمثل 20% من المكلفين. زين. اللي هم الكبار الشركات، اللي هو القطاع النفطي، الانترنت، الاتصالات، الجامعات، المصارف الى اخره. هذول كبار الشركات يمثل 80% من الايراد، وقيمته 20% من المكلف حجم المكلفين. العقار
ويا 20% من المستهدف من الايراد زين الضريب. يعني العقار لا بس خل نوضح هاي للمشاهد كده. تفضل. العقار ايرادات العقارات قليله تمثل 20% من تمثل جزء من ال 20%. يعني ايراد العقار لا يتجاوز 2 الى 3 او 4% ما يتجاوز هذا الرقم من اجمالي ايرادات الضريبه. لذلك هنا اكو مشكله بالعقار. فالمشكله لما اجت تحللها اللجنه العليا وصلنا الى قضيه القانون به مشكله. فالقانون به مشكله فصار اكو قرار زين هذا القانون يتم تعديله بشكل يتلائم مع ادبيات السوق ومع السوق. يعني مثلا المشكله اللي هسه ذكرها الزميل استاذ مصطفى قضيه تقييم العقارات. ماكو واحد ده يروح يرهن عقاره هو يسواله مليارين 3 مليارات يطوح عليه 20% من قيمته. ولاكو حكي بالعالم كله. شكرا. وضحت الفكره تماما استاذ جابر. زيد الايراد الضريبي. نعم. عفوا بس حتى اوضح للمشاهد كيف. أي. انا اليوم اي دوله بالعالم تريد تزيد الايراد الضريبي لازم تروح تزيد النشاط الاقتصادي. شلون تزيد النشاط الاقتصادي؟ معناها مساهمه الناتج المحلي الاجمالي للقطاع للمقاولات لازم بدل 20% يصير 20%. شكرا جزيلا. من البنوك لازم يصير 12%. وضحت الفكره تماما. شكرا جزيلا. واعتذر من حضرتك والله بسبب سوء الانترنت ما انطيتك الوقت، لكن ان شاء الله نعوضها بمرات قادمه. عضو اللجنه العليا للاصلاح الضريبي الاستاذ خالد الجابري كنت معي عبر سكايب. شكرا جزيلا للخبير الاقتصادي الاستاذ مصطفى حنتوش. شكرا جزيلا على كل ما تفضل. ختام حلقتنا بابرز ما جاء في منصة اكس حول عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله الأخيرة في قلب تل أبيب. لنتابع. الحصاد انتهى. شكرا لكرم المتابعة. نلتقيكم يوم غد بإذنه تعالى. إلى اللقاء.